أهلا وسهلا بكم في أولى حلقات برنامج بالمنطق مع سميرة. في هذا البرنامج سنناقش قضايا يعتبرها المجتمع تابو، أي محظورة من النقاش مجتمعيا، ولكنها تناقش بالخفاء وفي التجمعات الرجالية سواء الديوانية أو غيرها، وأيضا في التجمعات النسائية من شاي الضحى أو الأفينيوز، وأيضا في السوشيال ميديا ولكن تحت حسابات وهمية عادة، لأن الكثير لا يستطيع مواجهة المجتمع بالحقيقة باسمه الحقيقي. هنا ستناقش بصوت عال مسموع وسنفكر خارج الصندوق النمطي الذي فرضته علينا القيود المجتمعية. لا تتكلمون كذي، حرام، لا تناقشون هالموضوع، عيب، ما يصير كذي، وإلى آخره من هذه المصطلحات. هنا سنخرج عن كل هذه القيود الفكرية على عقولنا وسنناقش الموضوع ولكن بالمنطق مع سميرة. نبدأ حلقتنا اليوم حول المسكرات والمخدرات مع الضيوف الكرام الدكتور عدنان الشطي، أستاذ علم نفس جامعة الكويت ومعالج نفسي، والدكتور سليمان الخضاري، استشاري الطب النفسي، رئيس قسم الطب النفسي في كلية الطب. ولكن قبل بدء الحوار سوف أنوه بأنني قدمت الدعوة لبعض الدكاترة والأطباء الذين ردوا على الدكتور سليمان الخضاري في تويتر، ولكن للأسف اعتذروا وما يبون هني يواجهون الدكتور وجهاً لوجه، وبصراحة قالوا لي يعني أسبابهم، وأنا شخصياً ما اقتنعت في هذه الأسباب، لأن اللي عنده الجرأة إنه يرد على الدكتور في تويتر المفروض يواجهه وجهاً لوجه. وأنا يعني ذكرت هذا الشيء لأن وايد ناس قالوا لي ليش مو فلان وفلان، لذلك وجب التنويه. وأحيي الدكتور عدنان الشطي إنه رضى إنه يقابل الدكتور برأيه المعارض وجهاً لوجه. أهلاً فيكم. حياك الله سميرة. راح نشوف بس تغريدات الدكتور الخضاري إذا ممكن مخرجنا على أساس هذه التغريدات اللي سوت ضجة في السوشيال ميديا. أعلم أن رأيي سيتسبب بمشاكل لكنها ضريبة العلم والمعرفة. الحشيش والماريجوانا يجب ألا يتم تجريمهما، وهذا رأي علمي لا ذوقي. نعم هناك مواد لابد من محاربتها كالهيروين والكوكايين والأمفيتامين ومشتقاتهم، لكن الحشيش حال حال المهدئات الطبية ضرره نادر جدا ولا يتسبب بإدمان كيميائي. تغريدة خطيرة. نشوف الثانية اللي أيضا سوت ضجة، فلنتحدث بصراحة. نشوف الثانية على الشاشة. نسبة لا بأس بها من المواطنين والوافدين في الكويت يستخدمون الكحوليات بشكل مسؤول كحال باقي المجتمعات. دور الدولة المدنية هو تنظيم استخدام هذه المواد وليس منعها لأسباب دينية. وللعلم التدخين أشد فتكا من الكحوليات بمراحل وهو مسموح. الثالثة أيضا، في تعاطي أي مادة لا أرى أساسا منطقيا لتجريمها في الدولة المدنية كالكحول والحشيش والماريجوانا. يتبقى لنا مفهوم وجب شرحه وهو مفهوم الإدمان أو إساءة الاستخدام، وهما حالتين مرفوضتين في هذه المواد وفي غيرهما، لذلك وجبت التفرقة بين الاستخدام المتقطع والإدمان. نرجع للدكتور سليمان الخضاري اللي سوى ضجة في هذا الموضوع على السوشيال ميديا. دكتور، ما هو الهدف من هذه التغريدات؟ دق ناقوس الخطر أم قاعد تدور شهرة؟ يعني وايد سهل أن الإنسان يعني يحاول أن يروج لنفسه ويدعي الكمال ويدعي يعني صورة معينة نمطية يحاول يروجها لنفسه، أو أنه يبحث عن شهرة ما. لكن خليني أنا باعتبار أني أنا نسيت أني أبتدي بالترحيب بأستاذي الأستاذ عدنان الشطي، وجوده يعني يشرفني أمانة معي الليلة. الله يطول بعمرك، وإحنا نعتبر أنفسنا من تلامذتك اللي تخرجنا يعني، وحضرتك ما نبي نكبرك، حضرتك يعني أستاذ قدير يعني من أيام ما كنا إحنا طلبة. فوجودي اليوم معاك مش وجود النظير، أنا لا أرى نفسي كفؤا يعني لمناظرة أستاذي، ولكنها ضرورة الاختلافات العلمية
وأتمنى إن شاء الله بإذن الله كما تعودنا منك أن صدرك يعني يتسع لهذا. يعني دكتور أنت قاعد تحاول تهدي دكتور عدنان من أول. دكتور عدنان ما حد يقدر يهديه. لا هذا الأسلوب مال الدكاترة النفسيين ما يمشي علي. أبيك ترد على السؤال، أنت إنسان تحاول أن تبحث عن الشهرة وهذا الكثير تهمل في هذا الكلام، بماذا ترد؟ لن أرد على ذلك لأن هذا كلام عبارة عن دخول في النوايا، ولو حاولت أني أنا أضيع وقت برنامجكم بأن أنا والله هدفي نبيل وهدفي التوعية وهالكلام هذا وقتكم راح يضيع من دون إثبات، لأن هذا شيء داش في نيتي أنا. نعم. أعتقد لو ندش في نقاش الموضوع بشكل مباشر قد يكون الموضوع أفضل. موضوع مناقشة المسكرات والمخدرات بشكل عام، وخصوصا بعض المواد اللي تم التطرق لها ومن ضمنها مادة الحشيش والماريوانا ونالك تفصيل، وجبت في البداية التأكيد على مجموعة من الأمور عشان تكون الفكرة واضحة. نحن لسنا دعاة رذيلة، بمجرد ما نتكلم عن بعض المواضيع يجينا اتهام أن أنتوا تبون تروجون لمجموعة من الأمور غير الأخلاقية في المجتمع، أنتوا ضد الدين، أنتوا هذا الكلام. إحنا ناس نعمل في إطار صحة نفسية، نرى مجموعة من المشاكل، عندنا اهتمامات حقوقية نرى أن من الواجب إثارتها، لأن نعتقد أن الصمت عنها يؤدي إلى تفاقم هذه المشاكل بشكل أكبر. الآن المهم جدا أن نركز في بداية النقاش اليوم على أن نقاشنا ما يجب أبدا أن يتجه ناحية الجانب الشرعي مثلا أو الجانب الديني، لأن أنا أعتقد الجمهور الكريم جاي اليوم يسمع مني فتوى ولا من الدكتور عدنان فتوى بخصوص حلية أو حرمة استخدام مثل هذه المواد، وأعتقد اللي قاعد يلجؤون لنا في عياداتنا ومكتب دكتور قاعد يلجؤون لنا كمختصين في الصحة النفسية، لذلك وجب التأكيد على أن إحنا ما نقدمه هو معلومة علمية ليست ذات علاقة بالجانب الديني، واللي يبي ياخذ جانب ديني أو فتوى ياخذها من الشخص اللي هو يتبعه. نعم دكتور، خلنا نكون الحين في التغريدات اللي كتبتها. فأنت كتبت أن أنت الآن حان الأوان لتشريع الحشيش في الكويت أو تقنينه وأيضا الخمور. صحيح. وهذا طبعا بطبيعة المجتمعات الإسلامية والدينية هذا راح تستفزهم، هذا شيء طبيعي، بس احنا راح نخلي إن شاء الله إذا في وقت راح نتكلم من الجانب الديني لأن لابد أن نتكلم فيه، لأن هذه هي مجتمعاتنا وهذا هو واقعنا. ولكن أنت الآن تطالب بالكحول والحشيش في الكويت، لماذا؟ لأن أعتقد أن هي موجودة، وأنا أعتقد أن يعني أنت لما قاعد تتكلم عن ظواهر معينة موجودة حاولت أنك أنت تتعامى عنها لسنوات وعقود طويلة على أساس أنك أنت تفترض أن المجتمع مالك يجب أن يكون مجتمع أكثر أخلاقية، إذا منعت هذه الأمور وما تحققت هذه النتائج إذن وجب عليك أنك أنت تتجه ناحية تنظيم هذه الأمور حالها حال كل المجتمع أو معظم المجتمعات اللي حواليك اللي أيضا هي مجتمعات إسلامية. يعني أنا مثلا الآن عندي القائمة هذه اللي مطلعها أيضا من الويكيبيديا، زين، قائمة الدول اللي تمنع الخمور حول العالم. نعم. عديتهم كلهم ما لقيتهم أكثر من 18 دولة. 18 دولة حول العالم، من ضمنهم مجموعة من دول الخليج، الأغلبية الساحقة من الدول الإسلامية تقوم بتنظيم هذه الأمور. دول الخليج كلها باستثناء المملكة العربية السعودية مسموح فيها الموضوع هذا بشكل أو بآخر. فبالتالي ما هي الأهلية الأخلاقية اللي موجودة في مجتمعنا اللي تخلينا احنا نعتقد أن مجتمعنا لا يجب أن يكون مجتمع أكثر طهراً وأكثر نقاءً بحيث أن إحنا يجب أن نمنع هذه الأمور؟ نعم، هذا بالنسبة إلى الخمور والحشيش دكتور. يعني أنت دكتور اللي قاعد تتكلم عن مواد ضارة، بس أنا راح أترك الحين المجال للدكتور عدنان الشطي. دكتور عدنان، طبعاً أنت قريت تغريدات اللي نشرها الدكتور سليمان الخضاري، تعتقد بأن الكلام اللي قاله منطقي؟ لا طبعا انا تماما ما ايده، يعني انت اخترت واحد اليوم علميا وشخصيا ضد موقف حتى السجاير. يعني انا اتشرف اني انا كان عمري 17 او 19 سنه في يوم من الايام وحرمت السجاير لانها مضره. معظم القوانين تفضل فيها الدكتور، ترى الدكتور يعني والنعم، واحنا قاعد نناقش مناقشه علميه مثل ما بدأ وتفضل يعني اعتز في ان عيالنا
قاعد نتناقش مع طلبتنا وابنائنا والان وقفوا في مناصب فعلا يتنافسون معنا علميا، وهذا شرف لي. معظم الدول الاوروبيه خصوصا والامريكيه حللت هذه الماده للاسباب الاقتصاديه، ماده الحشيش، الحشيش والكانابس. نعم. بجميع القنب بجميع انواعها، الحشيش البانجو والكانب الى اخره. هذه يبون قاعد يقولون هم عام 2013 قالوا احنا خسرنا 500 مليار دولار بسبب منع هذه المواد الكيماويه. فاوروبا كلها وامريكا عندهم سؤال ليس حلال وحرام، ليس يصلح حق ابنائنا او ما يصلح. مثل ما تفضل الدكتور، عندنا سياسه الامر الواقع ان عيالنا قاعد يدخنون حشيش وكانابس والى اخره، باريوانا. نعم. فخلاص خلينا نمشي مع الامر الواقع. مزنا ايضا امر واقع. في امريكا سنويا مليون طفل يولد بدون ام بدون اب. نعم. مو عارفين ابوه. نرضى فيه؟ ها؟ لا طبعا. بس دكتور في بعض الدول في اوروبا ايضا الدول المتقدمه الى الان الماريجوانا ممنوعه عندهم الا باستخدام طبي كالمانيا. صح. والان هم على الطريق الى فتح المجال. إذا بس دكتور عشان اقتصاديا. اي بس احنا نتكلم عن الحشيش، يعني هو الحشيش هو ماده او نبات موجود واستخدامه منذ آلاف السنين من الصينيين والإغريق إلى هذا العصر، إذا العرب وتم يعني شيطنة هذه النبتة من قبل الإدارة الأمريكية في السبعينيات في العشرينات تحت رعاية نيكسون. لا لا اللي حطوا لا قبل لا قبل بالعشرينات الثلاثينات. لا 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 دكتور تحريم الخمور. لا 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 بالسبعينيات دكتور. لا 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 عفوا الكوكايين ما الكوكايين لا لا نتكلم عن الحشيش دكتور. الكوكايين الحشيش بالسبعينيات. إدارة محاربة المخدرات بدت في أمريكا بالثلاثينات وبدت توقف وتحلل المواد حلال ولا حرام. الكولا كان عبارة عن مادة كوكايين. بس احنا دكتور عشان الوقت خلنا في الماريجوانا. يعني هذه وثيقة احنا عشان البرنامج بالمنطق فما راح اتكلم شيء من عندي ابدا. هذه وثيقة لإدارة مكافحة المخدرات الامريكية، هذا من الموقع الرسمي مالهم. هما بالسبعينيات تحت إدارة نيكسون والى الان في نقاش على تغيير هذه او تصنيف الحشيش عندهم، لان هم مصرفين الحشيش في سكادجول نمبر 1 الجدول الاول حاطين الماريجوانا، بالجدول الثاني حاطين الكوكايين وحاطين الشبو وحاطين المواد المصنعه. مهمه هني لا تعرفين. بس خلي اكمل دكتور عافية. وهذا وكلام هذا ايضا موثق، ما فعلته امريكا في هذا الشان هو لغرض سياسي، كانت تريد أن تتحكم في الأقليات من المكسيكيين والسمر في الولايات المتحدة، ولهذا يعني شيطنت هذه النبتة. هذا هو. ولكن دكتور في العلم يقول، العلم الطبي الآن يقول بأن هذه النبتة طبيعية ووجدوا أن لها منافع كثيرة للصحة النفسية. تفضل. ممكن أوردك على التقرير. هناك في أمريكا في حكومتين، حكومة الولاية اللي حللوا هالمواد والحكومة الفيدرالية. صحيح. إلى يومك. نعم. ما حللوها. صح. وهذا محرمة. صح. على مستوى الفيدرالي. صحيح. بتاتا. وهذا ما قلت. بعض صحيح. الولايات حللوها بالقانون إجرائيا مثل كولورادو من 2013 ليومك الآن مو قادرين يحللونها إجرائيا. ما هي الكمية. نعم. أدريش كثير نحط عليها تاكسز. كم الإنسان له الحق يستخدم إجرائيا مو قادرين من 2013 لسبع سنوات. نعم. هذول اللي في قانون ولايتهم حللوها. صح. لا خليني اكمل بلحظه واحده. مش خلاص بس دكتور لان حضرتك فبالتالي في قانون فيدرالي ما اتفق معك. انا معاك. هذا القانون الفيدرالي اللي انا طلعته لك دكتور. لا 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 لا. ولكن احنا بنتكلم هنا عن هل هي حقيقه نبته مضره ام لا؟ مضره. اتكلم مع دكتور سليمان. اول شيء دكتور تفضل بمجموعه من المعلومات اللي انا اختلف معه فيها. موضوع العشرينات والثلاثينات كان موضوع معروف اللي هو موضوع تجريم الخمور فقط وليس تجريم المواد الثانية، اللي طبعا نتيجة قضية محاربة الخمور في العشرينات والثلاثينات نتج عنها ازدهار تجارة المافيا وصارت القصص الكثيرة. لا لا لا. 34 وقفوا استخدام
استخدام الكوكايين مو صحيح. بس احنا دكتور نبي نطلع من هذه النقطه لانه مو هذا خلافنا الحين. لا احنا نتكلم في المنطق، اذا في المنطق قاعد نتكلم بالمنطق والحقائق. الموضوع بدا من تاريخ سنه 1920 لسنه 1933، احنا قاعد نتكلم بالارقام، قاعد نتكلم بالاشياء الموثقه. الرغم وبعدين على فكره طلع في الموضوع تعديل دستوري في امريكا اللي منع موضوع استخدام الخمور، وطلع هنالك تعديل دستوري اخر في سنه 33 وهو التعديل الدستوري الامريكي الوحيد الذي يلغي تعديل دستوري امريكي سابق. ماكو تعديل دستوري امريكي يعدل على تعديل دستوري اخر غير هالتعديل هذا. رقم واحد. رقم اثنين، الدكتور قاعد يختصر موضوع المخدرات في موضوع الابعاد الاقتصاديه. هذا كلام مو صحيح، لان اذا القضيه قضيه ابعاد اقتصاديه يعني الكوكايين وايد راح يكون اربح حق الجماعه. زين، الكوكايين الهيروين راح يكون وايد اربح من الخمور اللي منعوها في بالثلاثينات والعشرينات والثلاثينات، اربح من الماريوانا اللي الان في الماريوانا. انت قاعد تتكلمين عن نسبه استخدام الماريوانا اللي تسجل في هولندا مثلا اللي هي من الدول الاولى اللي مشت في الموضوع هذا من سنه 76. الناس اللي دي ريبورت ان احنا قاعد نستخدم فقط ماريوانا 16%. في السويد الدوله اللي هي جنبها على طول اللي قوانين تنظيم استخدام هذه المواد متشدده فيها، استخدام الماريوانا والمواد الاخرى 56%. 56%. فهم قدروا أن يقللون من استخدام أو لجوء الناس لخلط الأمور وخلط المخدرات عن طريق إباحة استخدام الأنواع اللي هم شافوا. ولكن دكتور، ولكن يعني دكتور عدنان لها سمحتي لي، سمحتي لي بس سمحتي لي معلش عدنان، عفوا دكتور عدنان أيضا في الاقتصاد هم من وراء جني الضرائب من الماريوانا هم استفادوا يعني. بالضبط، بس القضية مو قضية اقتصادية فقط، لأن إذا بنتكلم عن الاقتصاد فقط كانت ليش ما نتكلم عن المواد الأخرى؟ الحين دكتور عن مضار هذه المادة. لو سمحتي لي راح أتكلم، والله راح أتكلم عن المضار بس إذا سمحتي لي. الموضوع متشعب، موضوع لا علاقة في أمور دينية، موضوع لا علاقة في أمور اجتماعية، موضوع لا علاقة في أمور اقتصادية، موضوع لا علاقة في أمور طبية. هذه كلها محاور راح نتكلم عنها، بس أنا أبي أهم شيء آخر الحين آخر الطبية. شيء آخر شيء آخر شيء أبي الطبية. آخر شيء آخر شيء اللي أنا أختلف تماماً مع الدكتور عدنان في اللي قاله فيه، موضوع الإباحة استخدام الماريوانا في المجتمعات الغربية. الأساس اللي فيه مو بس أساس اقتصادي، أساس حقوقي. هم الجماعة نظروا إلى الكثير من المواد، لقوا أن من حق الناس أن يستخدمونها دام أن هالأشياء هذه لا تضرهم بالشكل اللي يجب أن الدولة تتدخل في تنظيمها. لذلك في هنالك بعد يسمونه ريكرييشنال أو بعد تنظيمي، حالة حال الزجاير، حالة حال الكثير من الأشياء اللي الدولة ما قاعد تتدخل فيها رغم أنها تشوف أن فيها أخطار معينة. يعني مثلا على سبيل المثال الآن الفاست فود عندنا في الكويت اكثر ضررا ولا بس الفاست فود يا دكتور يؤثر على الصحه الجسديه وليس العقليه دكتور. ففي اختلاف في الموضوع يعني. طبعا في اختلاف يعني، التهنية يعني قاعد تاثر على العقل. يعني لما اوقف قلبك بال 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 بالوجبات البرجر والدهون المشبعه وهالكلام هذا، وسبب لك بامراض القلب والسرطان والسكر والضغط وهالكلام هذا كله، يجب انك ما الدوله ما تتدخل. لكن اذا انت تبي التهنية قاعد تاثر، هذه مؤثرات عقلية تأثر على عقول الشباب دكتور، وفيها ضرر على المجتمع، وتأثر حتى على من يقول فيها ضرر على المجتمع دكتور. دكتور هذه المواد من اللي يقول فيها ضرر على المجتمع؟ أما هذه أيضا في هذه الدراسات تعترف في مايو كلينيك، مايو كلينيك يقولون إن هذا الحشيش يؤثر على هذا. الحين أطلع عليك يؤثر أيضا على عقول الشباب لغاية 25 سنة. يعني المفروض الواحد ما يأخذ حشيش لأن عقله في نمو التطور. شتر تفضل دكتور. المشكلة أنا أشرفني أنا درست الهاي سكول بأمريكا وسنة أولى جامعة وجامعة درست في أمريكا. نعم. وعشت فترة يسمونها السكس والدراج ريفولوشن، الثورة الجنسية والدراجز. نعم. وكنت ساكن بالكامبس في سنة أولى وسنة ثانية، كنت ساكن بالجامعة، وكانت الماريوانا بعد الودستاك في 69 تبدأ تتبلور مع الهيبيز. يعني أنا دخلت أمريكا والماريوانا معي بالهاي سكول، إحنا ندرس جروبس. نعم. هاك تبي ماريوانا كان سعرها 50 فلس السيجارة. الحين سلام ثانك يو، أنا ما أجرب. يقول لي ود يو تراي إت بليز تراي إت، أقول أنا ما أجرب زبالة، ما أحط زبالة بحجي، أنا إيش حق أجرب زبالة؟ هاي كانت منطقي حقك، لا تفرضها على غيرك. عفوا عفوا دكتور عفوا دكتور، بس خليني أكمل حبيبي.
الماريجوانا انا كنت كنت بالطلبه اي وشفتهم قدام عيني. لا تقول لي انا كنت ساكن ساتردي نايت انا ارجع المكتب الساعه 6 ايامها أطلع. ايامها ايش دراك ان الماريجوانا كان ضار موجوده؟ لا ايش دراك انه كان ضار؟ الحين يقول لك انا لا ايامها ايام اي انا درست اي سنه؟ انا درست 71 71 ايش دراك ان الماريجوانا كان ضار؟ الحين يلك يلا وين البحث؟ انا احنا يلك وش قاعد من خبرتي الشخصيه تفضل مع الماده هذه. لا انت قاعد تقول عفوا دكتور شنو قلت؟ لحظه واحده شنو قلت؟ جايلك جايلك قلت انا ما احط زباله في حلقي صح؟ اي صح؟ انا ماريجوانا طيب. ماده مخدره معناته انت من سنه 71 تدري ان هذه زباله أي؟ وين الماده العلميه اللي مبني عليها؟ خليني اكمل تفضل اي فانا الطلبه بالجامعه وهذه ابو حشم مو بالغ ويكند ورا الثاني كلهم مستدحين انا بنفسي شايل 4-5 طلاب 10 طلاب بالثلج نايمين وخصوصا اذا خلطت الماريجوانا مع الكحول رحت وطي انعدم هذا اذا خلطها دكتور اذا خلطتها خصوصا أي. لا حتى بدون خلط كنا احنا انا اتذكر بغرفتي احط فوطه عشان ما اشم الريحه اي فيل هاي انا قاعد بغرفتي واشم الريح انا فيل هاي ما حد يقول لي انا كنت طالب عمري 18 سنه بالجامعه وحتى بالهاي سكول لما يدخلون بس الشم مال الماريجوانا الحين وفي ذيك السنه كانت الطبول كلها تؤكد انها فعلا ماده مخدره اقل من الكوكايين اي بالمنطق مالك اذا بحلل الماريجوانا حل الكوكايين ما فيها مشكله أوكي. سوء الاستخدام وحسن الاستخدام بس اخر هذه الماده فانا جربتها قد ما جربتها كشخص عشت معاها وفعلا شفنا كثير من الطلبه وكانت مشكله بالجامعه اي بس دكتور انت اللي شفتهم هم المدمنين لا يعني لا العلم يقول اللي يستخدمه بشكل متقطع للترفيه ما راح تأثر عليه نفس اللي يستخدمها بشكل إدماني يعني يستخدمها بشكل متكرر. هذا دكتور هني الحين في مايو كلينيك في مايو كلينيك هنا يقولون في موقعهم بان هذه الماريجوانا ست دراسات من 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 يعني مجلات علمية أيضا معتبرة. طيب دكتور راح أجيلك الحين دكتور إني الماريجوانا أيضا طلع أن لها آثار مفيدة فوائد في علاج الصرع عند الأطفال في علاج الحالات المزمنة في علاج مرض التصلب المتعدد العصبي في علاج الكثير من الأمراض المزمنة. ليش هذا المريض اللي قاعد يتألم في آخر مراحل المرض ليش ما يسمحوا له بأنه يأخذ هذا الدواء اللي أثبتوا علميا أنه يخفف الضرر عليه والألم عليه؟ ليش ما يسمح للقانون أنه يأخذه كماريجوانا كاستخدام طبي؟ أفضل كاستخدام طبي هذا يعود إلى الطب وهذا في بروسس تمشي. الكوكايين يستخدم في الكويت حق علاج مرضى السرطان بكميات ودكتور الكوكايين بس الكوكايين ضرر الكوكايين أكثر من الضرر لحظة في درجات معينة قلت لك أنا يلا تفضل دكتور. الكوكايين يستخدم في علاج حالات السرطان في البين مانجمنت في البين مانجمنت الكوكايين في الكويت أوكي فيستخدم شفيك دكتور يقول تفضل علق ما يستخدم دكتور لا آخر مراحل يعطونهم لا لا ظاهر دكتور عنده خلط آخر مراحل مو آخر مراحل دكتور ظاهر عنده خلط ما بين شيء يسمونه الستيمولنتس ميديكيشنز لايك الريتالين زين والكونسيرتا والجماعة هذيلة اللي هي أدوية وما بين الكوكايين اللي هي مادة مخدرة بين مانجمنت كنت كان بين مانجمنت ما يصير بين مانجمنت ما يصير تخلط الامور كلها لا لا لا, لا بالبين مانجمنت إيه؟ يستخدم الحين كوكايين اي كوكايين اي في الطب يستخدم بالمخدر في العمليات الجراحيه يستخدم كوكايين يستخدم في العمليات الجراحيه طبعا اذا كان اذا كان منبه شلون يستخدم في التخدير التخدير يستخدم في البين مانجمنت الالم علاج الالم الأوبيوم نفس الشيء أنا أستغرب طيب دكتور أنت قصدك عشان نوضح للمشاهد أن هناك فرق بين المواد المهدئة والمخدرة هذا في أدوية في أدوية في أشياء تقنن في أشياء تدرس في أشياء تعرف أن عندنا في فئة في الأدوية اسمها السايكوديليكس الحين لو نفتحها
الدكتور مو بيحاربنا، يا الدكتور بيشن علينا حرب كبيرة. السايكودلكس اللي هي اللي تسمعين فيها المشروم، زي بعض الناس يقول لك المشروم، المشروم وإنتاج بعض المواد من المشرومز، هذه أساساً الآن الاف دي اي اللي الدكتور الآن يقول لك طبعاً راح أعارضها. الاف دي اي اسمحت بإجراء بعض الدراسات لاستخلاص بعض المواد اللي ممكن تكون مفيدة نفسياً أو صحياً للناس من هذه المواد. بالله عليك شلون نقدر نسوي دراسة مثل هذه بالكويت إذا الدكتور من حيث المبدأ يقول لك هذه وصاخة ما أنا ما أحطها؟ طيب دكتور خلينا نقول شغلة، الحين الدكتور لازم تفرق بين الاستخدام الشخصي والاستخدام الطبي. انت انا قاعد اقول لك انا احترم الاستخدام الطبي. انت عدل تحت اشراف طبي. انتوا تدرون ان في لبنان حواليكم الحين في 2020 بشهر 4 اقر البرلمان اللبناني تشريع يسمح باستخدام المزارع اللبنانية لزراعة القنب اللي هو الحشيش لاستخدامات طبية؟ تدرون بهالشيء هذا ولا ما تدرون؟ طبعا ندري. دكتور ندري، وندري منو يزرع الحشيش في لبنان. وقالوا لك يجوز الحين يستخدمون 10% منها حق الطب و 90% للتجارة. احد الاشياء الخايفين منها دكتور، يعني الحين انت لحظة الحين دكتور انت تأيد طبيا استخدام الماريجوانا؟ تأيد طبيا للامراض المزمنة؟ مرت تحت تجارب واثبت، ليش لا؟ تأيده. بس قليل جدا تحت اشراف طبي. بس طيب. كمال المواد المخدره. طيب اذا الحين احنا خلصنا الخلاص اتفقتوا على انه على ان استخدامه طبي. السؤال الطبي ما قاعد توجه لي اياه. معلش دكتور انا الطبيب، بس انا ابي هذا اول اتفاق في الحلقه، انتم اتفقتوا على انه ممكن استخدامه طبيا. انا الحين اللي بسالكم اياه وبسال دكتور عدنان، واذا واحد استخدمه لاسباب ترفيهيه، وعلى الأقل حتى دراسات الآن في هولندا وفي الدول المسموح فيها الحشيش شافوا أن توجه الشباب للحشيش بعد ترخيصة خلوا يعني خلوا المخدرات الأخطر الثانية، يعني خففوا من الهيروين ومن الكوك ومن هالأشياء هذه كلها بسبب أن عطوهم فرصة أنهم يستخدمونها للاستعمال الشخصي. يعني ها أنت إحنا ليش نفرض أو يعني المجتمع لماذا عنده هذه الوصاية على من يريد استخدامه وبكيف؟ قرار شخصي. أنا بكراد بداية الحلقة قلت بكراد موافقين عليه، لكن الإجراءات استخدامها عندهم علة. ما هو الاستخدام الترفيهي؟ ما هي الكمية؟ شنو الأبحاث تثبت أنه في استخدام ترفيهي؟ شنو قوة الشرطة اللي بحطها اللي بتأكد أن هذا استخدام ترفيهي أو استخدام غير ترفيهي؟ عدل. فالأبيوز مثل الكحول، تبقى تقول والله اذا شربت كحول هدي اطخ. صح كلامك، لكن شنو يعني انت تسمح بشرب الكحول اذا الواحد؟ لا ما اسمح. انا ما اسمح. ليش تبي تتدخل في الموضوع؟ لا انا اقول لك انا ما اسمح بشرب الكحول. من اي ناحيه؟ انه ليش معترض؟ ليش؟ في سوء استخدام. ما يبي استخدام اكثر. ما يبي يشرب الكحول يروح سيارته ويذبحك ويذبح عائلته. ها 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 ها، قاعد نخلط الامور. من مليونين قاعد نخلط الامور. لا قاعد نخلط الامور دكتور. انت اعطي واحد كحول اقول له روح ذبح لي. مش بالعصبيه. كم واحد بالكويت؟ مش بالعصبيه دكتور. كم واحد بالعصبيه دكتور؟ مش بالعصبيه. مش على فكرة، على فكرة إذا نتكلم بمخدرات، هذه إحصائيات من وزارة الصحة في الكويت، زين؟ هذه إحصائيات من مختبرات الجنائية في وزارة الداخلية، قاعد تتكلم عن 3 إلى 4 حالات من الوفيات اللي تصير بسبة المخدرات سنوياً في الكويت، تصير بسبة الهيروين إذا خلط مع مواد ثانية، مو تصير بسبة الكحول. وعالمياً الحشيش بحد يموت منه، هذه حتى إحصائيات عالمية. ولكن الأثار دكتور نقطة، معلش دكتور أرجوك وجهيني شوية أسئلة طبية. معلش دكتور، أثاره نقطة مهمة جداً، حتى اللي ياخذ حشيش ممنوع عليه انه يسوق السياره 100%. من قال لك ان انا شلون تدعو لاستخدام الحشيش بالكويت واحنا دوله عندها معدلات عاليه في حوادث الطرق؟ يا دكتور ايش راح يصير اكثر؟ هذا يعني هذا انتم ماخذين الموضوع من وراء. زين حبيبتي، الان تفضل. الان الان احنا خلونا نحدد النقاش اللي قاعد نتكلم عنه. اول شيء، هل نقدر او هل يجوز لنا ان نسمح في الشغله هذه ولا ما نسمح؟ رقم 2، شلون ننظمها؟ هذه قضيه التنظيم قضيه اخرى. الدكتور من حيث المبدا يقول لك انا رافض الموضوع، رافض النقاش في الموضوع. عدل ولا لا؟ انا رافض النقاش. تقبل في ان انت نظمه؟ انا قاعد اتناقش. لا تقبل في ان النظمه؟ لا اتناقش شيء واسمح في شيء ثاني. يعني ما تسمح فيه اساسا؟ لا طبعا. أنا رافض أن هذا مضر الإنسان.
انت توك تقول همبرجر بضره برأيه. الهمبرجر عفوا ارجع لك اياها، الهمبرجر ما الهمبرجر ما في امل تسكر الواحد. قادر تمنعه؟ لكن ها ليش ما تمنعه؟ الهمبرجر ما تسكر الواحد. ليش ما تخدره؟ تذبحه؟ لا ما تذبحه بس ما تخدره. ما يذبح عيالك بالسياره؟ لا بس ما يروح يدعم شبه. يذبح عيالي بسكته قلبيه؟ ما يروح بالتعليم. يذبح عيالي بسكته قلبيه ليش ما منعه؟ يذبح ولدك ليه تتوكله؟ امنع ولدك. بس انا ما منع ولد الناس اللي يشرب ايضا. امسح ولد الناس عفوا، ولد الناس ياكل همبرجر ما حيد يعني. امنع ولدك انت ايضا. ادري ليش تمنع عيال الناس؟ شو عليك في عيال الناس؟ كلهم. وش عليك في عيال الناس؟ انت ما تحس تاثير المراهقين على بعضهم؟ لا يا سيدي، انا توني قلت لك بالهاي سكول، انا قاعد بالهاي سكول وربعي الامريكان كلهم دار مداري اثنين ثلاثه يدخلون. سميره بس عفوا دكتور، عفوا خلينا نتكلم شوي. عفوا خلينا نتكلم بس بهدوء دكتور. لا لا انت الحين اذا بتمنع المراهقين من استخدام الحشيش المقنن في حالة إذا تم تشريعه وبإشراف حكومي وطبي كما في الدول اللي سمحت له. أنت الحين عارف واقعنا يا دكتور، عارف واقعنا إنه قاعدين يستخدمون كل هذه المواد الضارة، وبالعكس قاعدين يستخدمون حشيش مضاف إليه مواد ضارة. صح. هي اللي قاعد تسبب هالأضرار وتزيدها، لأن أول الحشيش بالنبتة الطبيعية ما تخدر الإنسان لهذه الدرجة، بس ولكن لأن حتى هذه حتى وثائق موجودة في مجلات يعني معروفة عالميا، هي تقول ان هذا التشريع الحشيش يحاول يحد من هذه الظواهر بخلط هذه المواد مع مواد كيميائية ضارة اللي هي قاعدة تضر الشباب اكثر. فلذلك اذا كان باشراف حكومي واشراف طبي وتشريع منظم، هل راح تسمح فيه؟ ما حيصير اللي يقولون انه والله بيروح يشتري 3 جرام من حشيش مثلا. صار بيروح البيت. صار لحظه واحده، صار راح البيت خلطها. صار قانون. لحظه واحده خلطها. لا صار قانون. تمنعين ان يخلط المراهق؟ يبي استثاره اكثر. اي يبي هيج اكثر. اي يبي استانس اكثر. أي. راح خلطها مع الكحول مثلا، خلطها مع مواد اخرى. شو راح تمنعه؟ مع الصب اي شيء. شو راح تمنعه؟ عدل ما حتمنعه، سواء هي ليجل او لا ليجل. فالاصل اني ما اخلي يحصل عليها لا ليجل ولا ليجل. اول شيء بس قاعد يروح يحصل على سميرة. مواد اخطر اللي موجوده. سميرة بالكويت موجوده. تفضل دكتور. سميرة لا يفهم من كلامي اني انا اؤيد استخدام المراهقين لاي نوع من انواع المخدرات. الفكره هذه خد تكون واضحه، احنا كلنا رافضين ان المراهقين يبتعدون حتى عن الزقاير، عن العادات السيئه، عن الاصدقاء السيئين، هذا كله احنا فاهمينك دكتور. فاهمين احنا زي. ما قاعد نقول ان انت تدعي لهذا الشيء، بس احنا قاعدين نقول ان هذه الفئه، لان دكتور فئه المراهقين هم اللي يجربون كل شيء، لان هم عندهم كل ممنوع مرغوب. 60% هم المراهقين اللي يستخدمون هذه المواد. طيب طيب وليس طيب الناس طيب الناضجين. طيب 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 دكتور الحين احنا العالم يتجه. تسمحي لي بس اكلمك عن الدراسات بس اذا سمحتي لي، لان كلهم اللي قاموا يطلعون الان في السوشيال ميديا قاموا يقول لك الدراسات تثبت اشياء معينه. نعم. لما تحديناهم ما طلعوا، ما يو عندنا بالحلقه. اللي يقول لك انه في اثبات علمي على ان موضوع الماريجوانا تسبب الفصام، اللي يقول لك ان الماريجوانا تسبب نزول في المزاج، اللي يقول لك ان الماريجوانا ممكن تسبب حالات من القلق والتوتر. جبت لك طال عمرك كل المجلات، تفضلي اللي يفهمون في الابحاث العلميه. هذه مجله النيو انجلش جورنال اوف ميديسن رقم واحد في العالم. جبت لك هذه المجله اللي هي جاما، المجلة الأمريكية الثانية، جاما المجلة الأمريكية الثالثة في العالم. جبت لك المجلة الأوروبية، عفوا هذه البريتش ميديكال جورنال. جبت لك الدراسة الاسكندنافية اللي دائما يستندون عليها ان دائما يصير عندنا فصام بعد استخدام الحشيش. نعم. جبت لك ايضا هذه الدراسة الأوروبية الأخيرة. نعم. كلها تثبت على ان واحد، احنا ما عندنا للحين علاقة سببية ما بين استخدام الحشيش وما بين أي مرض نفسي بما فيه الفصام اللي دائما يركزون عليه. ويتكلمون على أنه ليه الحين إحنا ما ندري هل الموضوع له علاقة بالعمر اللي تبدي فيه، هل الموضوع له علاقة بالكمية اللي تاخذها، هل الموضوع له علاقة بتكرار استخدام الموضوع هذا، هل الموضوع له علاقة بأن أنت عندك استعداد وراثي لظهور هذه الأمراض عندك. فعندنا جانب علمي لازم نتناقش فيه. الدكتور يبي يحصرنا في جانب معين، جانب ذوقي، انا ماني شايف الجانب العلمي اللي في الموضوع، لان انا قاعد اقول له عطني الدراسات اللي انت قاعد تستند عليها. يا ليت المخرج دكتور رد عليه، رد عليه يا ليت المخرج يعرض لي دراسه هانز لو تسمح. طب المخرج دكتور راح نعرضها، تفضل دكتور. اول شيء هو كلامه صح، بس ما في اثبات انها مو مضره.
يعني نفس الدراسات هذه لحظة واحدة. هذا نفس اللي قالوا عن الفاكسين، نفس اللي قالوا عن الفاكسين. انظر انا مو حاطط شفه بالاكل. عبد الكريم، مو عبد الكريم، مو فهد. انا اسف، انا اعرف عبد الكريم الله يحفظه، الله يخلي عيالنا ويعالج كلهم ان شاء الله. مو فهد، مو فهد، هذا نفس زميلنا اللي طلع قبل فتره في موضوع الفاكسين وحذر الناس من الفاكسين. شنو قال؟ قال الاف دي اي تقول ان ماكو. انا ما يصير الواتساب، اسمح لي بس اقول هالشغله هذه. خبه شنو قال لك؟ قال الاف دي اي تقول ما عندنا دليل على ان هذا الفاكسين لا يؤثر على خصوبه الرجال، عشان والناس كلها قامت اخ معناته الفاكسين ممكن يؤثر على الخصوبه، خلينا نخاف من الفاكسين. عفوا هذا واتساب، احنا حكيتم انا قالت الاخ المخرج يعرض علي دراسه هانس. هذا اف دي اي، انا برجع لك على الشيزوفرينيا. ابيك تتكلم عن الدراسه دراسة في دراسات الشيزوفرينيا قالوا له كلام صح، ان هناك علاقه بسيطه مو قويه جدا عن ايدك ان هل هذه المريوانة يثبتون ان الشيزوفرينيا. اي نعم، علاقات حتى الان دراسات، بس هذا يكون يمكن عندهم في العائله يعني، قالوا اذا كان موجود في ظروف يعني كثيره مثل ما تفضل الكورليشن وايد عالي مع ظروف اخرى، الكميه، المده، قوه الاستهلاك، هذه كلها تاثر في تكوين اي اشرب البيبسي ياثر فيك. نعم. اذا شربت كميات الى اخره، فاي نعم، بس في علاقه لكن لما حين مو مثبوته علميا. انا معيده في اتجاه، في انطباع علمي قد تحتاج 40 سنه اثبتها لي الحين خلال العشر سنوات الجايه، الخمس سنوات كونكلوسيف، ان هناك ماكو علاقه بين الشيزوفرينيا واستهلاك الكانابس. اثبت لي. طيب ماكو ولا دراسه من الدراسات تقول ما لقينا. نعم. علاقه قويه، بس مو معنى ما في علاقه. ايضا صح، لم صح صح صح. عشان كذي انا اقول لك ماكو اثبات ان في علاقه بين استخدام الكانابس اللي هو الحشيش وال انا اسف والبواسير. زين يعني هل هذا نقاش علمي؟ لما نقول ماكو علاقه بين شغله وشغله، انت ما سويت دراسه تربط ما بين الاثنين، فبالتالي لانك ما سويت دراسه تربط ما بين الاثنين ما عندك نتيجه معينه، فبناء عليه بمنع الموضوع. شو المنطق هذا؟ بس دكتور عفوا، ايضا الى الان يعني هذا العلم النقاش الطبي ينقسم الى قسمين سميره. النقاش الطبي ينقسم الى قسمين. سؤال اول شيء، هل هذه الاشياء مضره؟ واحد. اثنين، هل هذه الاشياء مفيده؟ صح. احنا ما قاعد نتكلم عن شيء واحد، قاعد نتكلم ان الاشياء هذه مضره او مفيده. واحد، في هنالك بعض الدراسات اللي تقول لك ان في ضرر وجد من اشياء او في عوامل معينه موجوده. نعم. وقاعد يقولون لك كل هالجامعات الكبرى قاعد يقولون لك محتاجين نسوي دراسات اكثر. حبيبي، عشان نتاكد من هذه الامور. وهنالك دراسات اخرى ايضا تقول لك ان عندنا ابحاث جديده تقول ان في فوائد معينه محتاجين ان نكمل هالدراسات عشان نشوف ان هالفوائد هذه نقدر نعممها ولا ما نقدر نعممها. لذلك النقاش الطبي ينقسم الى قسمين، نقاش له علاقه بالفائده ونقاش له علاقه بالضرر. لكن ايضا اللي ما بينفقد اليوم، ما بينفقد اليوم النقاش الحقوقي. لا دكتور، خلنا بالطبي بما انك انت الحين طبي. دكتور القانون دكتور، انت تتكلم بالطب دكتور. السؤال اللي يطرح نفسه، انت حضرتك مو طبيب. لا انا علاج طبيعي بعد. كان تبي بعد علاج طبيعي؟ انا بكريوس علاج طبيعي. قاعد يعالج الدكتور شلون؟ انا بكريوس علاج طبيعي ودكتور طبيعي. عندك خبره في العلاج النفسي؟ انا ارفض اني اكون طبيب طبعا. انت علاج ترفض انك تكون طبيب؟ اي طبعا، لي انا ماني طبيب. اي عدل، ما اعطي ادويه مثلا. لا ما اعطي ادويه. الاولى اي واحد يجي يقول اعطي دواء، اقول اروح حق المستشارين لحضراتكم. إيه؟ الطب النفسي. انا ما اعطي دواء. وحضرتك يعني، لكن ما عندي ثقافه تكفيني اني درست ميديكال ساينس ودرست. لحظه، بنفس المنطق انا ايضا عندي ثقافه. اي ادري، اقول لك خليني اتكلم في هذه. انا تحكي، انت تحكي على القانون الحين حاضرين. خلاص عيل، تبي الطب ولا تبي قانون؟ وين مشكلتك عيل اني انا اتكلم في الجانب الحقوقي؟ اي حياك الله، نتكلم بالجانب الحقوقي. خلاص عيل، ما عندي مشكله. قبل ما اتكلم بالجانب الحقوقي، مهم جدا السؤال اللي يطرح نفسه. السؤال المهم اللي يطرح نفسه، انت الحين كطبيب نفسي، نعم، لو يجي لك واحد في ارق ومتضايج وعنده اكتئاب، راح توصف له ماريوانا؟ لا طبعا، وين عندنا؟ ما انت تقول ما فيها ضرر، ضررها زين يعني. مشرع عندنا يعني. لا عفوا، لا 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 لا، اذا مشرع، لا 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 ما راح اودي انا. لا لا، انا ما اقول، هو يقول فعلي كلامه مو مشرع. اذا لقيت ماريوانا روح اخذها.
انا اقول كذي اقول لا لا طبعا لا ما يقول كذي مو ليجل لا تقصي انا لا لا والله احنا قاعد نقول على فرض على فرض اذا انت يسمح لك القانون بانك تعطي وصفة انتوا قاعد تكلمون طبية انتوا قاعد تكلمون طبية اذا طبية ثبت اذا طبية ثبت انا قاعد اقول لك لحد الحين لم يثبت لم يثبت هذا الكلام اذا طبي لو سمحت اذا طبيا اثبت هذا الكلام راح اعطي وصفه وكنا العيد ولا في البال انا الشيء اللي يثبت العلم انا معاه الشيء اللي ضد العلم انا ضده انتهى الموضوع لا حد يفرض علي قراراتي الطبيه من زاويه ذوقه وقناعاته الدينيه هذا هني شيء غلط هني مشكله لان انا اللي قاعد اسمع من الدين الدكتور لأن دكتور كل كلام ما تدخل الموضوع هذا كل كلام كل كلامك محاضر اجتماعي لا 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 محاضر شخصيه وخبره شخصيه قلت لك بامريكا ما قلت لك ما دخل زباله لا لا إيه انا بالنسبه لي الماريجوانا والحشيش والكوكايين والاوبيوم كل هذه هي زباله اول شيء انت قاعد تخلطها كلها مع لا بعض البعض كلها مواد مخدره إيه؟ تنشطني او تنومني الرجاء فبالتالي خلي يكون واضح انا ايضا ما اخلطهم كلهم مع بعضهم البعض رغم واحد رغم اثنين انت كيفك تسوي اللي انت بتسويه إيه؟ تفرض على هذا الناس هذا رايي تفرض على الناس باي حق وانت شلون تفرض على الناس ما قاعد افرض على الناس اي شلون انا قاعد افرض على الناس انا ما قاعد افرض على الناس انا قاعد اعبر عن رايي انا قاعد اقول حق الناس انا قاعد اقول حق الناس هذه حريات شخصيه لا لا, لا, لا. شخصية. انا قاعد اعبر عن الراي العلمي رايك العلمي ان هذه اشياء وانا طبقتها على نفسي وعلى عيالي لا طبقها على نفسك يا عيالك طبقها انا بطبقها يعني انت الحين مطبقها انك تاخذ ماريجوانا حاليا قول لي انا لا اقبل هذا السؤال لا من حضرتك ولا من حضرتك ولا من اي احد ثاني انت تطبق مثل ما انا طبق. مثل ما قاعد اقول لك انت قاعد تقول انا اطبقها على عيالي اقول لك طبقها على عيالي ما حد يلزمك دكتور سؤال لو سمحتي لو سمحتي لو سمحتي سميره خلرت سميره خلرت سميره انا قاعده ساكته انا المحاوره سميره 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 ما يجوز ما يجوز ابدا ما يجوز ابدا ان اي احد يسأل أي أحد عن أمور متعلقة بالتزاماته الذاتية أنا ما أشوف أنه من حق أي أحد أنه يتدخل في حريات أي أحد أنت تقولي دينك دينك يمنعك أنت اللي قلت أنت تقولي أنت سألتني دينك يمنعك لأنك, لأنك ما قدمت ولا دليل علمي أنت تدخلت في لا أنا ولا أنت قدمت كل هذا أنا قدمت أنه ان قلت لك سواء تجربتي الشخصيه ما يبتدي تجربتك الشخصيه او ابحاثي اللي قريتها وانا كنت تجربتك تجربتك الشخصيه مو حكم على الناس لا التجارب العلميه تجربتك الشخصيه مو حكم على الناس انت معالج نفسي ويولك شباب وماخذين مجربين الماريجوانا انت تعاملت معاهم يعني الحين بالقانون الكويتي ممكن ان هذا الشاب يسجن من سنتين الى 5 سنوات يضيع مستقبله ويخلونه يخالط مجرمين كبار في السجن ويطلع لنا مدمن بأشياء أخرى. أنا أبي إجابتك ولكن بعد هذا الفاصل لازم تهدون. فاصل مشاهدينا وسنعود. رجعنا لكم مشاهدينا في أولى حلقات برنامج بالمنطق مع سميرة. هذه الحلقة تخص المسكرات والمخدرات في الكويت، هل هي حرية شخصية أم جريمة مجتمعية؟ دكتور أبي إجابتك على السؤال اللي كان قبل الفاصل، هل ترضى يعني خلى الحين القانون على الجنب، ولكن هل ترضى بشاب ينسجن في عمر الزهور عشان استخدامه مثلا للحشيشة ولا جاي من هولندا وصايدينه بسيجارة وراح قاعد بالسجن 10 سنين خالط مجرمين وتغيرت شخصيته الى الابد، هل هذا صحيح اللي قاعد يصير؟ لا ما ارضى طبعا اقول صراحه. يعني انت ضد تجريم الحشيش؟ تجريم يعني مو طبعا ترك العقاب ولكن تضخيم العقاب خليني اقول لك. لو يجي لي واحد وسؤال ايش سوى؟ والله دكتور انا ولدي محش وهذه امس صارت بعد وتصير يوميا معي. اقول له انا باختصار بسيط بالتلفون اسف لا تجي لي شغلك مو عندي، اول شيء روح عند دكتور الخضاري يعالجك من الادمان. بعدين عقب ما تخلص من الادمان هذا شغل الدكتور مو شغلي انا شنو تاخذ شنو بيعطيك بديل تطلع برا منها وش كثر تطول هذا مو شغلي هذا شغل الدكتور سليمان بعد ما تخلص دكتور سليمان حياك الله عندي هذا العلاج حق المدمنين هذا حبيت اقول شيء لا دكتور انا ابي اتكلم عن تجريم هل انت مع الغاء تجريم عقوبه الحشيش للمتعاطي لا ماني مع القائها ولو انها انا اعتقد لما انا غلطان في قانون الطب النفسي حاليا والادمان واعتقد قانون لا باس فيه
إن فعلاً إن بدال التجريب بدال السجن العلاج، وأنا معيد هالشيء، بس ما أتركه بدال ما أحط السجن 3 سنوات أحط له علاج 2 سنوات، أنا هذا المعيد. يعني أنت ضد التجريم، ضد عقوبة السجن، ولكن أنت مع مو اللي يتاجرون فيها اللي يستخدمونها. العلاج إيه. طيب أوكي، أنا هذا اللي أبي أوصل له، أنت ضد من التجريم المتعاطي. نعم سميرة، يعني تجبريني على اني انا اتدخل في بعض الامور اللي قاعد يتفضل فيها الدكتور لاستيضاحها. زين لاستيضاحها دكتور، واحد اول مره مسكوا معاه قطعه حشيش جاي بالمطار، قطوه قالوا له حكم عليك 2 إيداع في الطب النفسي. اوكي، عقبها ب5 سنوات رجع من هولندا مره ثانيه وعنده بجيبه قطعه حشيش، شو يسوون فيه؟ ودون الطب النفسي مرة ثانية. ودون الطب النفسي مرة ثانية، بس حاليا ايش قاعد يسوون فيه؟ ما ادري عنكم انتم، انتم قانون. مو انا، هذا انا مو انا، انا مو انا مو قاضي. انت الطب النفسي. انا مو قاضي، لا انا لا الطب النفسي غزي. انا رئيس قسم الطب النفسي في كلية الطب، مو في مو في مستشفى الطب النفسي. الطب النفسي. اي في سؤالي الواقع اللي قاعد يحصل الان، اذا تكرر الموضوع شو يصير فيه؟ ينسجن. فانت مع سجنه؟ لا انا ماني مع السجنه. حتى لو كرر؟ حتى لو كرر، حتى لو كرر يستمر العلاج. فاذا انت مع، انت مع الغاء تجريم الماريجوانا؟ لا 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 عفوا، انا اعرف ان المدمنين للاسف نسبه عودتهم للادمان 60-70% نسبه عاليه. زين. حتى اللي يتعالجون اقل من سنه ممكن يرجع. زين. فانا قاعد اكلمك منطق، منطق علمي. زين فجاوبني، عالج المريض المدمن. فجاوبني على السؤال ببساطه. اي قلت لك عالجه مره ثانيه، عالجه مره ثانيه وثالثه. اوكي، يعني واحد يبي يستخدم الحشيش. زين، ما يبي يوقف. زين، يبي يستخدم ومسكوه وقطوه 6 أشهر في الطب النفسي وطلع رد استخدم 10 مرات، شو يسوون فيه؟ لا عاد يجي الحزه تعالي بقى. شو تسوي فيه؟ عاقبه. شنو عاقبه؟ كيفهم عاد القانون شو يقول؟ اسجن. القانون يقول اسجن. فبالتالي دكتور مو بالعاشر مره هي الزنا. فبالتالي بالعاشر مره الزنا. لا ثاني مره شوف، انا ضد تجريم. فالدكتور، فالدكتور مع تجريم. لا فالدكتور مع تجريم. انا قلت لك الصريح، التجريم كعلاج انا معيده هذه، لكن تيجي تقول لي واحد قاعد يستخدم 24 ساعه. زين دكتور احنا بس وخلي انا امشي بالشارع عشان هذا يعني. يا عمي منو يابطاري؟ منو يابطاري يا جماعه؟ المحشش يا جماعه، منو يابطاري ان تسمح حق المحشش انه يمشي بالشارع وهو محشش؟ من يمنعه اذا حشش وطلع من الديوانيه؟ من يمنعك؟ من يمنعه لو سمحت؟ من يمنعك وانت غاضب طالع من الديوانيه متهاوش مع مرتك بالتليفون؟ اي زين، انك تطلع وانت أي؟ معصب بالسياره. اوكي، هذا غاضب وهذا محشش، اثنيناتهم يطلعون، اثنيناتهم فاقدين اعصاب. ادري صح كلامك. من يمنعك؟ يعني اثنيناتهم تطلعهم برا؟ لا شوف، انا قاعد اراويك ان مثالك انت تقول خلي يطلعوا كلهم. القانون، انا ما عندي قانون. غاضب مالك، ما عندي قانون. غاضب طالع متهاوش مع واحد انت توك بالديوانيه تطلع تبتون؟ انا معيد. اكمل اكمل لو سمحت. انا لا لا ما عندنا، ما تكلمنا بشيء. يقول لي غاضب، انا كشخص اشيل احط السياره واجي بيتهم. ما تكلمنا بشيء سميره. دكتور بس ابي اسالك سؤال، وانا هذا السؤال انت حتى ما سالتينا في الخمور اللي هي نقطة من النقاط اللي وايد مهمة اللي الناس هذه يبي لها حلقة. لا لا بقول لك شغلة، تبي تضحكين؟ هذه منظمة الصحة العالمية، هذا من منظمة الصحة العالمية، معدل استخدام الخمور بالكويت ايش كثر؟ والله ما ادري، الحمد لله ما اشرب. شنو؟ اتوقع عالي. عالي 0%. صفر في المية. شايفين الشفافية اللي عندنا احنا؟ زين دكتور بس ابي اقول شايفين الشفافية؟ 0%. تفضل دكتور. 0%. دكتور يدني رسائل كثيرة. لأنها ما تسجل. انا تفاجأت. لأنها تسجل ما تسجل. دكتور يدني رسائل كثيرة كثيرة. الحين انا ما احب اسأل هذه الأسئلة الشخصية. أنا دكتور والله ما انا انا بقول هالكلمة لازم اقولها، اسمحوا لي اسمحوا لي. انا بسأل سؤال، انا مو قضيتي اليوم ان انا ولا الدكتور نطلع من هني زين واحد فينا ياخذ له سيجاره ماريجوانا او واحد ثاني يروح يشرب له كحوليات. انا سؤالي، واحد قاعد في البيت دخل سيجاره ماريجوانا حط راسه ونام، وين المشكله؟ من حاكي وين المشكله؟ ما حد يدري. زين، واحد شرب كاس مع ربعه زين قاعد وحط راسه ونام، شو علاقتكم انتم في الناس؟ يعني دكتور المجتمع عفوا بسالك، المجتمع شنو علاقته؟ ما حد يجرب قاعد بالبيت. زين، يبي يروح مطعم يبي ياكل ستيك وبيشرب معاه جلاس ما جلاس واين. اي ما لا جلاس واين، لحظه اشرب بيبسي معاه دكتور. زين اشرب بالبيت جلاس واين. دكتور الدول الاسلاميه، دول مثل تركيا اي موجود فيها، موجود فيها. ليش ما تصير الكويت نفس تركيا؟ الكويت موجود فيها.
ليش ولله الحمد ليش كملنا مقطع ليش 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 لا ليش ارض مقدسه لا 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 ليش لا ليش لا يا اخي سوي تفك ما تبي ترجع حق يا عمي شعبك كله عفوا عفوا دكتور شعبك نسبه انت وقاعد تقول نسبه الادمان عندي عاليه اي بس 0% قلت انت نسبه الادمان دكتور. عندك واصله 60% بالمراهقين عاليه دكتور عفوا عفوا تطلع معي بحلقه ثانيه تكميليه لهذا الموضوع تطلع معي دكتور انا اطلع بعشر اطلع ب20 معك حاضرين خلاص دكتور بس سؤال اخير وبتجاوبني بسرعه ما عندي وقت دكتور هذا السؤال وايد يسألوني إياه وقالوا لي أرجوك وصلي حق الدكتور إذا كنتوا تملكين الشجاعة أنا أملك الشجاعة بس أنا ما أحب أدخل في أسئلة شخصية أنا ما أحب أدخل في أسئلة شخصية فضل. ولكن راح أوصل هذا السؤال لو دخلت البيت دكتور وشفت عيالك قاعدين يأخذون حشيش شنو موقفك؟ شخصيا أول شيء أنا أرفض السؤال هذا زين لأن السؤال هذا كأنه قاعد يجعل مني أنا مرجع حق الناس في طريقة تعاملهم مع الموضوع هذا وأنا ما أعتقد أن أنا مرجع حق الناس لا. هذا شأن أسري إحنا ما قاعد نتكلم عن كوكايين ما قاعد نتكلم عن هروين إحنا قاعد نتكلم عن مادة الحشيش هني عندنا أو مادة الكحول اللي إحنا قاعد نتناقش فيها هذا رقم واحد رقم اثنين يا جماعة مو كل شيء أنا أقول عنه هذا يجب أن يكون موجود في المجتمع لازم أطبقه على بيتي الحين أنا بس سؤال الطلاق موجود في المجتمع ولا مو موجود؟ موجود. زين منو فينا يبي بنت تطلق؟ لا أكيد ما حد. زين فرجاء يعني خلنا نبتعد عن شخصنة الحوارات لأنها ما راح تفيد أحد. صحيح. أوكي. وهذا اللي أنا أبي أوصله للمتفاعلين مع موضوع الحلقة يعني نتمنى إن ما حد يشخصن الحوار على كل شخص هني في الاستوديو وأي شخص يطرح هذا الموضوع. وشكرا لكم دكاتره ما قصرتوا على الدكتور يعني حقيقه واختلف معاه 100% مثل ما اختلفت معاه قبل واختلف معاه الحين ان شاء الله احنا ورانا اخبار دكتور ورانا اخبار اشكركم مشاهدينا للمتابعه والى حلقات اخرى في عفوا والى حلقات اخرى في برنامج بالمنطق مع سميره.